صفقات، ارقام قفشه. لعب 15 مشاركه في الدوري، مسجل كام جون؟ 4 وصنع 4 وحصل على ركله جزاء، يعني عامل كام؟ 9 اهداف مع النادي الاهلي الموسم ده. طب صنع كام فرصه؟ 27 فرصه، رقم كبير جدا. محاولاته على المرمى 28، رقم ممتاز، منهم 10 صح. المراوغات الناجحه 21. اذا ارقام مجدي قفشه ممتاز، مساهم في 8 اهداف وصانع 27 فرصه، اكتر لاعب صانع فرص مع علي معلول. 27 فرصه رقم مميز، وعامل 28 محاوله. ايوه، فاذا صفقه قفشه واحده من الصفقات الممتازه واللي عوضت حته صناعه اللعب في النادي الاهلي هذا الموسم بصراحه، محمد مجدي قفشه. حتى ارقامه في دوري ابطال افريقيا، لعب 6 مشاركات، احرز هدف، عنده 2 اسيست، متوسط لمسته في الكوره 65 مره في دوري ابطال افريقيا، صناعته للفرص 1.4، دقه تمريراته 91%، متوسطه على المرمى برضه 2.8، رقم ممتاز، وده من اعلى المحاولات، من اعلى اللاعبين في دوري ابطال افريقيا. تاني اكتر لاعب عمل محاولات، متوسط محاولات، محمد مجدي قفشه. متوسط تمريراته الطوليه 5.8، دقه تمريراته الطوليه 85%، وبالتالي انا شايف ان محمد مجدي قفشه يستحق ينافس اليو ديانج بالارقام على افضل لاعب. يعني احنا شايفين ان افضل صفقه يعني جت هذا الموسم تحديدا، احنا دايما بنتكلم في الشتاء والصيف طبعا. قفشه احنا شفنا ميزه التسديد اللي عنده، ولعيب ما يحسسكش بعدم، يعني عوض لنا حته صناعه اللعب في الفتره الاخيره ديت بصراحه. محمد مجدي قفشه يستحق التحيه على الاداء اللي كان بيأديه في الفتره الاخيره للنادي الاهلي. اخر صفقات النادي الاهلي اليو ديانج، ونشوف ارقامه برضو قبل ما نتكلم عن من هو الافضل في هذه الصفقه. اليو ديانج الدبابه البشريه للنادي الاهلي اللي ضافها بصراحه العمود الفقري. كمان ميزه صفقه اليو ديانج في سعرها، كان بينافسك انديه في اوروبا وتروح تجيب، يعني تحديدا الصفقه كانت بمليون و100 الف دولار، يعني انت بتجيب لعب زي لعيب زي ده، دبابه بشريه عنده 2